الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. طلعت فين يا صفاء؟ بقت زي القمر بس في الحضانة. عايزة أشوف. ثواني وأجيلك. هي صفاء. أيوه. عبير ولدت وأنا معاها. أنا ظبطت لك الدنيا زي ما طلبت. وأنا عندي اتفاق معاكي. بس عشان خاطر يا صفاء حاولي تتصرفي في العيل بأي شكل. أنا عايز أخلص منه. لا دي بقى مش هعرف أعملها. أنت تيجي تاخده. ما تقلقش كبرت التمريض في جيبي. بس بقول لك إيه؟ ما تتأخرش عشان أنا لازم أرجع الفيلا بسرعة. طيب. يلا أنا جايلك حالا. سلام. انا عايز اتكلم معاك ضروري. ايه الصوت اللي جنبك ده؟ هكلمك بعدين. سلام. اوديك في حالي مصيبه. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.